هو في نقطة بس أكملها قبل الجواب على هذا. هو احنا قلنا ما ينبغي أن يكون من لجنة الحوار، وينبغي أن تسد الثغرات وتصلح المسودة من كل الخلل، وأن تسلم الدولة إلى أيدي أمينة، حكومة أمينة. قد يقول قائل لأن هذا الأمر صار يعني بعيدا من البديل، وأنتم تقولون الأمر هذا أصبح صعب. أقول لهم البديل هو أن يتجه أهل ليبيا جميعا إلى حوار وطني داخلي ليبي، يبعد عنا تدخل المجتمع الدولي وتدويل القضية. أخطر ما يكون على ليبيا أن تدول قضيتها، بحيث يبقى الشغل الشاغل للمجتمع الدولي في مجلس الأمن يوم بعد يوم يعقد جلسة لعمل في ليبيا، ضربها حظر ما اعرف شيء كلام هذا. احذروا ان تدول هذه القضيه، ولذلك الملجا الان والمخرج لاهل ليبيا بحيث يتجنبوا هذا الوباء وهذا البلاء ان يجتمعوا جميعا وتداعى الناس من كل المناطق من يعنيهم الامر، والمشايخ والاعيان ورؤساء القبائل والمهمين والمهمون والشخصيات والنخب كلهم يجتمعوا. وهناك محاولة في مصراتة يوم الخميس غدا، توافق اللقاء توافق المصالحة الوطنية، أرى أنه يعني بداية جيدة ينبغي أن ينتبه إليها ويلتفت إليها وتعطى اهتمام، ولكن بشرط يشترط بحيث أن تكون هي ناضجة، أن تعطى الوقت الكافي الدراسة والمداولة واختيار، بحيث تتبلور أفضل الاقتراحات من هذا اللقاء، وأن تدعى إليه كل التجمعات من كل مناطق ليبيا على اختلاف أنواعها، سواء كانوا معك أو ضدك، كلهم يحضرون، ويستخلص وفاق وتصور جديد، يعطى الوقت الكافي للدراسة، ويوضع له خطة طريق واضحة بحيث ما يكونش في غم ولا تلبيس ولا تدليس. وأرى أن من أولويات ما يدرسونه ينبغي أن يضعوا آلية لضمان تطبيق ما وضعوه من المبادئ الحاكمة. هم وضعوا مبادئ حاكمة ووثيقة شرف، أرى أول شيء يدرسونه هو كيف يطبقون، كيف يلزمون الفرقاء الذين يجتمعون في هذا الحوار، كيف يلزمونهم ويلزمون مخرجاتهم بتطبيق ما التزموا به على أرض الواقع، بحيث لا يبقى حبر على ورق. هذا أهم ما ينبغي أن يكون، وأرى أن تنضم إليه الناس، وبحيث نجنب أنفسنا مشاكل المجتمع الدولي.